السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كنتمنى انكم بألف ألف خير يا رب. فاليوم وصفتنا وصفة مشروب متواجد بالمقاهي وبالمطاعم بكثرة، الكثير من الناس كيشاهدوا لكن ما عارفينش انه جد سهل وجد سريع. فخليكم مع الطريقة. فبسم الله على بركة الله، أول شيء نحتاج إلى سيروب سكر. بالنسبة لسيروب سكر، كل كأس من السكر نحتاج معه كأسين من الماء، نقوم بغليهم وتبريدهم، ثم هنا وضعنا في الكأس حوالي ملعقتين. فيمكنكم وضع السيروب على حسب ذوقكم وذوق الحلاوة اللي حابين تكون بالمشروب. هنا نقوم بعصر ليمون، فيمكنكم استخدام أي نوع من الليمون، سواء الليمون الأخضر أو الليمون الأصفر. فيستحسن استعمال الليمون الأخضر لأن مذاقه أجمل واللذعة فيه جد جد جميلة. فبعد أن قمنا بعصر الليمون، نقوم بأخذ أوراق النعناع أو أوراق النعناع. هنا نقوم بأخذ الأوراق فقط، من الأحسن أنه يكون نعناع جد جيد وجد جديد ويكون فريش طازج. فبنفس الطريقة نأخذ أوراق النعناع، نضعهم في راحة اليد ونقوم بمعكهم، أو يمكنكم الضغط عليهم بملعقة أو أي طريقة أخرى. فهنا نقوم بوضعهم في الكأس مع سيروب السكر اللي وضعناه في الأول، ثم نقوم بإضافة أي مشروب غازي أبيض، سبرايت أو سيفن أب أو أي مشروب غازي أبيض. فهذا مشروب للناس اللي يحبوا المشروبات الغازية، بالنسبة للناس اللي ما يحبوش المشروبات الغازية ويقولوا أنها مضرة للصحة، نعم معكم حق، لكن الأذواق لا تناقش وإحنا نحاول إرضاء الجميع. هنا نقوم بإضافة سيروب أحمر، فيمكنكم إضافة سيروب أحمر أو أي منكه آخر، أو فقط أخذ 3 حبات من الفراولة وطحنهم مع القليل من الماء ثم إضافتها إلى المشروب، وهكذا مشروبنا جاهز، جد سهل جد سريع ومنعش. وهكذا نحضر لكم أطباق ووصفات ومشروبات كتشوفوها في المطاعم، لكن حضروها بالبيت بأسهل طريقة ممكنة. فإن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، والضغط على زر لايك، ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء. شكرا لكم ويومكم سعيد.